لان في حاجه اسمها الاكتيفيتي بتاعت حضرتك، النشاط بتاعك على الفيسبوك بزبط. وعلى التطبيقات الاكتيفيتي ده بيتسجل باستمرار وبيحصل له عمليه تحليل بيانات. ايه اللي بيحصل بقى؟ بيبتدي يشوف حضرتك دلوقتي قاعد في في نطاق مدينه الانتاج الاعلامي تمام، وحضرتك بتتكلم مثلا على مطعم معين او عايز تتغدى من مكان معين، اوتوماتيك يجيب لك الحاجات اللي موجوده قريبه للمدينه كلها والمطاعم اللي موجوده جنب المدينه كلها كويس. فتبتدي بناء عليها تبتدي تسرش على الايه الحاجه ديت. حضرتك سافرت محافظه تانية وانت ماشي في العربيه، والله انا اول ما اوصل هشوف فندق كويس، اول ما توصل بتمسك الموبايل بتاعك تفتح اي تطبيق من تطبيقات التواصل الاجتماعي تلاقي نزل لحضرتك الفنادق اللي موجوده والعروض بتاعتها مظبوط. ده حضرتك حتى لو بتتكلم في التليفون قفلت، لدرجه ان حضرتك بتفكر في الحاجه تلاقيها موجوده قدامك. أيوة. تمام، بتفكر في الحاجه تلاقيها موجوده. ليه؟ لان تم دراسه حضرتك شخصيتك بكل دقه. تمام، ايام الانتخابات الامريكيه لترامب استعان بفيسبوك. تمام، فيسبوك جابت شركه اسمها كامبريدج اناليتيكا تمام، دي متخصصه في تحليل البيانات باستخدام اليات الذكاء الاصطناعي. ابتدت تدرس كل شخصيه لوحديها على حده، تشوف حضرتك بتحب ايه وهواياتك ايه وبتحب تتفرج على ايه، وتعرض لك الحاجه اللي انت بتتفرج عليها. حضرتك بتدور على عربيه، تقول لك فلان ده لو نجح في الانتخابات خلاص انت هيقدر يساعدك انك تجيب عربيه بالتقسيط من خلال كذا او كذا وكذا، اللي هو توجيه الراي العام. ودي كارثه كبيره جدا، توجيه الراي العام من خلال تطبيقات التواصل الاجتماعي دي من اكبر الكوارث اللي موجوده. الذكاء الاصطناعي يلعب دور في الانتخابات اللي جايه الامريكيه، بيلعب دور في كل وقت، ده بيلعب دور في كل لحظه، بيلعب دور واحنا قاعدين مع بعض. لا انا بتكلم عن الانتخابات الامريكيه، دي هتتم وفق اليات الذكاء الاصطناعي؟ ما اقدرش اجاوب عليها دي نهائي نهائي لسبب واحد. ايه هو؟ النهارده انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، ايه في العالم كله ما بيستخدمش اليات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات؟ مفيش. تمام، كل حاجه في العالم. يبقى الانتخابات مش استثناء. تمام، يبقى مش هستثناها خالص، ومش هتستثنى اي حاجه تانية. بس هل انا عندي يقين بذلك؟ لا. بس هل هيتم دوت او بيتم الاعلان عنه اطلاقا؟ ولا هيتم، ما بيتمش الاعلان عنه. زي بالظبط تطبيقات السوشيال ميديا اللي احنا بنستخدمها، هل بيتم الاعلان عنها ان انا بستخدم دوت بالطريقه الفلانيه؟ لا، ده الناس ابتدت تستكشف دوت مع الاستخدام ومع ظهور البيانات بالشكل دوت. الوضع بقى صعب، الناس بقت تشوف كل حاجه ظاهره قدامها، تتكلم تلاقي الحاجه، تسرش على حاجه تلاقيها ظهرت لك، تفكر في حاجه تلاقيها موجوده عندك. ما هنا دراسه الشخصيه بكل دقه. سؤال، في فتره من الفترات كده كان في اعلانات اسمها اسال جوجل، دي كانت مقصوده؟ ايوه طبعا يا فندم. مقصود ايه؟ طبعا ترجمتها ايه؟ اسال جوجل. انا هساله بس ترجمتها ايه؟ هتسال جوجل. هو كان عايز ايه بالظبط؟ هو عايز، هو جوجل محتاج اعلانات، ده اللي انا كنت هساله. جوجل محتاج اعلانات عشان يقول لك اعمل اعلانات اسال جوجل؟ عايز اقول لحضرتك على حاجه بخصوص اسال جوجل. يعني احنا بنشوف حاجات في السيرش كده كتيره جدا الفتره ديت، تبقى يعني خارج نطاق التفكير العلمي والمنطقي. تمام، يعني ممكن واحد يكون بيسأل جوجل على حاجة موجودة في البيت عنده مكانها فين. تمام، الناس ابتدت تعمل كده. تمام، طب هو المقصود هنا ايه؟ مقصود ان حضرتك اكبر كم معلومات يتنقل لجوجل، دور عليه في جوجل. طب ليه؟ عشان جوجل يبتدي يحط دوت في محركات البحث ويطلع له نتائج، يبتدي يدور عليه في اماكن تانية ويطلع له نتائج، يبتدي يشوف الاجراءات دي. جوجل ده يا فندم يعرف عن حضرتك كل حاجة، ويعرف عن حضرتك اللي محدش يعرفه عنك. تمام، جوجل دوت يعرف ارقام تليفوناتك اللي موجوده كلها عندك، يعرف الرسائل اللي موجوده على الموبايل بتاعك، الصور اللي موجوده عندك، المستندات اللي موجوده، الباسورد اللي حضرتك حافظها على المتصفح بتاعك. تمام، يعرف اللوكيشن اللي حضرتك بتزوره، يعرف الفيديوهات اللي بتحب تتفرج عليها، يعرف بطاقات الائتمان اللي بتستخدمها، كل ده جوجل يعرفه عنك. يعني كل ده جوجل يعرفه عنك، ويعرفه عنك بشكل كبير جدا كمان. يعرف ان انا مريض، ويعرف ان انا عندي كذا. أيوة، ويعرف صلة دمي كذا. طبعًا. عارف كل التفاصيل. ما هو ده منين؟ من السجل الطبي بتاع حضرتك. اللي موجود. اللي موجود. تمام. ليه؟ لان احنا اول ما بنستخدم السمارت ديفايس الاجهزة الذكية، احنا النهاردة السمارت ديفايس اللي بقت حوالينا ايه؟ سمارت فون، سمارت ووتش، صح؟ مش ده كله موجود معانا؟ فبنعمل ايه؟ بنربط السمارت ووتش اللي معانا بالسمارت فون اللي معانا. صحيح. تمام؟ كان الاول زمان اول ما بنستخدم الاجهزه السمارت ديت كان بيظهر على الشاشه بتاعه الموبايل رسمه شوز كده وجنبيها ارقام. فالناس كانت بتسال دي ايه؟ دي عدد الخطوات اللي حضرتك مشيتها. ايوه. طب دلوقتي بقى في سمارت ووتش، ساعه ذكيه، نبض القلب، نسبه الاكسجين، السكر، نسبه الكوليسترول، ضغط السكر، كل البيانات الطبيه موجود على السمارت ووتش، وبتترفع على الموبايل بتاعك وعلى الابلكيشن. وانت مبسوط و تمام، الناس كلها مبسوطه وبتستخدمها. الناس كلها بتستخدمها. طب انا النهارده حد كان يقدر يعرف البيانات دي عندي
لو ما ترفعتش على السيرفرات لان رافعها تمام انا بمحض ارادتي مسلم يعني محدش كان هيقدر يعرف البيانات دي لو انا ما رفعتهاش على السيرفرات هو يعرف عنك اكتر من هو كده عنده كل البيانات دي ده مش كده بس ده بيبتدي بقى سيادتك يحلل البيانات دي يشوف حضرتك عندك ارتفاع في اضطرابات القلب يبتدي يظهر لحضرتك على الموبايل بتاعك اعلانات اطباء القلب مظبوط تمام طب عند حضرتك سمنه مفرطه يبتدي يظهر لحضرتك العمليات الخاصه بالسمنه الرجيم الكلام ده كله عشان كده النهارده في حاجه اسمها التسويق الالكتروني اللي بيتم استهداف الفئه اللي حضرتك عايزها مظبوط زي ما حضرتك مثلا عندي مثلا مدرسه المدرسه ديت انا عايز اعمل لها اعلانات ايه الفئات اللي انا هستهدفها الاطفال اللي هتخش المدرسه ديت تمام واولياء الامور اولياء الامور واللوكيشن السكني اللي انا موجود فيه مظبوط فبحدد الحاجات دي في التسويق بتاعي عشان استهدف الكامبين اللي انا عاملها تستهدف الفئه اللي انا محتاجها بالظبط عشان ما بقاش عملت اعلانات مش موجهه للشخصيات اللي انا محتاجها.